نشأة البحث العلمي زي كما قلنا نشأة وتطور على يد العلماء المسلمين، مع أن الكتابات أسندت هذا الأمر إلى فيلسوف الفرنسي فرانسيس بيكون. أهمية البحث العلمي طبعاً تكمن أهمية البحث العلمي في أنه الطريق الضروري والهام جداً لإحداث أي تقدم اقتصادي أو إداري أو تقني لأي بلد. إذن هذه أهمية البحث العلمي لأنه يمثل الأساس والقناة لإحداث التطور والتنمية في أي بلد. وطبعاً أدركت كل الدول المتقدمة أهمية البحث العلمي فاهتمت به وأنشأت مراكز الأبحاث والجامعات وخصصت له ميزانيات في ميزانية المؤسسات وفي ميزانية الدولة، يعني 7% ميزانية البحث، 7% من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل للبحث العلمي، بينما لا يكاد يصل إلى 0.5% في ميزانية الدول العربية. أجمع نعم يعني متفاوتة، يعني لو تجي تفحص الميزانية العامة للدولة في أي دولة عربية لا يصل إلى 1%. حتى الأردن حتى الأردن يعني صح البحث صح نسبي أحسن من الدول الأخرى، لكن الأهمية كما هو في الدول الغربية والشرقية عندهم 16% إسرائيل وحدها تقريباً. أيوة يعني إسرائيل 16% والدول العربية كاملة 0.5%. أيوة يعني إنه نينة البحث العلمي البحث العلمي الأموال التي ترصد الميزانية التي ترصد لأغراض تنفيذ البحث العلمي، لأنه البحث العلمي أنت لما تجي تقول إعمال بحث الآن، يعني نحن الآن يمكن أنتم ماجستير نقول قلنا لكم عملوا بحث، يمكن الواحد يلاقي صعوبات في الجانب المادي. أنت تشتري مناهج يعني مراجع وتشتري تبحث شيء تعمل لك نت. أيوة بالذات الأبحاث اللي هي في مجال الطب والهندسة هذه تحتاج إلى مواد والمعامل وإلى أدوات، فهو يحتاج إلى بحث يحتاج إلى دعم، البحث العلمي يحتاج إلى دعم مادي، وهذا يمثل في الميزانية المرصودة دائما ما هي الأموال التي ترصد لرد تنفيذ البحث العلمي. فالدول المتقدمة أدركت أهمية البحث العلمي وعملت له موازنة. نعم وعملت له ميزانية ضخمة، وللأسف الشديد الدول العربية العكس، لكن هناك من الدول النامية ما بذلت يعني جهود وخصصت ميزانيات متفاوتة طبعا، مش كل يعني كل دولة أحسن من دولة، يعني بالحين زي ما قلنا إحنا مثلا مصر تونس الأردن قطر إلى حد ما يعني صح وضعهم أحسن مننا نحن مثلا من الدول الأخرى، يعني إنه الدول المتخلفة تخلفها نسبي أيضا، يعني نسميها كلها دول متخلفة مثلا، بس عاد في دولة أحسن من دولة وهكذا عاد في نسبي أو رسمي يعني. فطبعا الجهود المبذولة من بعض الدول النامية يعني زي الهند يعني بذلت جهود كبيرة في البحث العلمي، لكن لا يرقى إلى ما هو في الدول المتقدمة. الهند يعني رفعت استراتيجيات من الإبرة إلى الصاروخ، يعني يصنعون كل شيء تصنيع مثلا. باكستان إيران كدول نامية نعم بذلت جهود يعني بشكل أحسن من العرب، يعني نحن الدول العربية بالذات يعني أقل ما يخصص في البحث العلمي. السعودية مثلا السعودية خلينا نمسك هذه الميزانية الكبيرة، الآن معنا زملاء يعني مبعوثين معنا من عندنا يدرسوا ماجستير عندهم، يكملوا الماجستير ويقول له درس دكتوراه، يقول لك ما فيش دكتوراه هناك، يعني السعودية عاجز تفتح برنامج دكتوراه في الاقتصاد في العلوم المالية في الإدارة. ايش الذي يعني نحن هنا في اليمن لو عندنا امكانيات لكان فتحنا 100 دكتوراه، هم عندهم الاموال موجوده بس اللي يفرغوا الدوله الانظمه السياسيه تسمح ما تسمحش تدعم ما تدعمش يعني استراتيجيات يعني معينه، يعني ما ينقش هذا الشيء. السعوديه عندها امكانيات ضخمه بس وعندها جامعات ضخمه بأحدث المقاييس، طيب ليش ما تفتح البرامج الماجستير والدكتوراه على الناس وتندي أحدث المراجع وأحدث الدكاترة وأحدث البرامج وتدرس حاجة يعني تستاهل؟ هذا التقصير وهذا القصور يعني يعتبر بخل على البحث العلمي، لأنه إنشاء الجامعات يأتي في إطار البحث العلمي، أنت ما تنشأ الجامعات إلا
من أجل التدريس، من أجل التنوير، وهذول الطلبة والدكاترة هم بحثين إلى آخره. فيعني هذا دليل على إنه يعني الإهمال، رغم إنه حتى الدول اللي توجد فيها إمكانيات، دول الخليج تجد برضو واقع العلم، واقع البحث العلمي يعني شيء مؤسف. تعريف البحث العلمي، يعني هناك تعارف كثيرة في اللغة وفي الاصطلاح، يعني في اللغة عرف البحث العلمي في اللغة بأنه إدراك حقيقة الشيء، إدراك حقيقة الشيء في اللغة. وفي الاصطلاح العلمي هناك كثير من المعرفين، بعضهم عرفوه بأنه استقصاء منظم يهدف إلى اكتساب معارف جديدة وموثقة بعد اختبارها علميا، ذلك صفحة 35. وتعريف آخر بأنه وسيلة للدراسة يمكن بواسطته الوصول إلى حل المشكلة لمشكلة محددة عن طريق التقصي الشامل والدقيق لجميع الشواهد والأدلة. وبحث آخر وهو الذي ذهب إليه الدكتور جميل، وبأنه جهد علمي منظم يقوم به باحث متخصص، شوف جهد علمي منظم يقوم به باحث متخصص وموجها نحو مشكلة معينة بهدف إيجاد حلول ملائمة لهذه المشكلة باستخدام الأساليب والأدوات العلمية المعروفة. هذا تعريف آخر. نعم هذا تعريف أفضل. هذا تعريف الأفضل دائماً. جوانب التعريف، جهد علمي منظم يعني لا يمكن أن يوصف البحث بغير الجهد العلمي. يعني ما يقدرش واحد يقول أنا باحث بدون ما يلصق كلمة علمي، لأنه قد يكون البحث تبذل جهد أنت لكن بغير وسيلة. على سبيل المثال لو في واحد يعني يتحمل له مقرفة وحقنة ويروح يكسر الجبل، جهد، وممكن يوصل إلى الذهب الذي في يبحث عنه مثلا على سبيل المثال، لكن بعد إيش؟ بعد ما يفني قوته ومعاوله. طيب لو اتبع طريقة علمية أنه كان وصل للذهب بطريقة أسهل وأقل تكلفة وأقل وقت كمان. البحث العلمي مثله أيضا، الذي يظل يبحث عشوائي بشكل عشوائي، يقرأ يعني يروح للمكتبة مثلا وهو موضوعه مثلا معين محدد، يروح يقرأ بشكل عشوائي ويكتب بشكل عشوائي. يعني رأينا ناس يجي يكتب زي ما قلنا في مصر يعني العبرة بالأوراق، يكتب أشياء ما لهاش علاقة بالموضوع بعض الأحيان. هذا ليس من يعني من الطريقة العلمية، ليس طريقة. الطريقة العلمية هي تحديد المشكلة وجمع ما يخص المشكلة من المعلومات والبيانات. قوة التركيز نعم. أيوة يعني تكون بطريقة مركزة، فتوصف هذه بالعلمية أنها طريقة علمية. وشيء ثاني أنه موجه نحو مشكلة معينة، لا ليس هناك مبرر لقيام أي بحث إلا بهدف البحث في مشكلة معينة وإيجاد الحلول لها. والثالث المنهجية، استخدام أسلوب باستخدام الأساليب والأدوات العلمية المعروفة اللي هي المنهجية، اللي هي المناهج اللي بنشوفها، يعني المنهج التجريبي مثلا في العلوم الطبية غير المنهج النظري والتاريخي في العلوم الإنسانية، وغير المنهج الوصفي في العلوم الإدارية وهكذا والفلسفية. من التعاريف السابقة يفهم هذه الأشياء التي ذكرناها، ودائما يعني يستشف واحد من تعريف البحث العلمي عندما يمارس أو يقطع شوط. مثلا نحن الآن لما كملنا عملنا أبحاث الماجستير وأبحاث الدكتوراه وحكمت على يد المناقشين واللجان فعلا أصبح يدرك واحد أنه ثلاثة الأشياء هذه يعني ضروري، أركان ثلاثة أركان رئيسية تتوفر في البحث العلمي. وأنتم الآن لما تجوا تعدوا الأبحاث مثلا هذه تركزوا على ثلاثة الأشياء هذه الموجودة في صفحة 36. البحث العلمي عبارة عن عملية تحري وتقصي منظم يقوم به فرد واحد يسمى الباحث أو مجموعة من الباحثين. يعني البكالوريوس الآن نسمح لثلاثة أربعة يعدوا واحد في الدكتوراه أيضا، أقصد يعني في الأبحاث المطلوبة للترقيات الآن. مثلا نحن الآن لما نعمل بحوث ثلاثة أبحاث للترقية إلى أستاذ مشارك وخمسة أبحاث إلى أستاذ بروفيسور، يعني أنه حاليا أصبح حتى من المنظمات الدولية والجامعات الدول العالمية المفضلة الآن إنه يكون اثنين يشتركوا اثنين في البحث. هنا سألت الدكتور عبد الملك
قلت الخدمات المصرفية، وهذا كان بحث اللي ناروه في بوترقية، واحد من أبحاثهم عبد الملك المعمري مشارك الآن المعمري بروف أخذ الأستاذية، الآن عدو ما صدرش القرار يعني الآن هو مقدم عندنا رسول رفعنا بروفسور عبد الملك الملك المعمري. دكتور جميل الله يرحمه يعني كان مجتهد لو كان عاش كان قد توفى كم له سنتين في رمضان قبل السابق من القضايا هذين، جاءت للبيت اللي جنبه وطارت ضربته هنا في مطابعة في أي مكان مساكن وادي المدى هون دكتور جميل يعني رمضان قبل السابق تمام سنتين الآن الثالثة هذه. فطبعا هذه شوف الحرب كيف لا أنا قتله له ولا قبل يعني إلى البيت لا هو بالجبهات ولا هو في البيت رمضان وبعد السحور يعني بعد الفجر ما شاء الله صايم قام يتفرج هنا وقع القارح وتجي قديمة ثانية السقف اللي جنبهم وتطير قلت له هنا قطعت الوريدة دكتور جميل مؤلف هذا الله يرحمه كنت في التربية هو علوم إدارية من علوم إدارية اسم العلوم المالية بس متى متى تعين الجامعة هنا بعد ما ليش موجود تعين هو في 2005 بعد ما تخرجنا 2005 يعني انا مثلا تعينت معيد انا في 97 وسافرت بال 2001 وقعد يدرس دكتوراه في العراق كمل دكتوراه كان ب 2003 جاء هنا تعين ب 2005 في قسم العلوم الماليه والمصرفيه وكان معنا كتاب انا وهو في الاداره الماليه يعني الان بنصدره ان شاء الله قريب بس بعد ما توفى يعني احنا طبعا كنا نكتب وطالحين في حق اللابتوب تبعه كان بينه وبينه برضه بحث مشترك دلالة الطلب على النقود لما توفى اولاده ما قدروش يجيبوا لي الابحاث هذه ونحن كنا جهزناها يعني عنده لانه انا مشغول بالعمل كنت انا اكتب وادي له وهو يطبع يعني يجهز فالان اولاده اقول لهم هاتوا جهازي نشوف قالوا عشان لانه الجامعه الاردنيه وكان هو رئيس الجامعه الاردنيه وكان ماسك فرع الجامعه الاردنيه هنا في اللي عند الساحل الجامعه في وضيعوا الكتاب ولحد الان ولا قدرت امسكهم فخلفهم بعدين الله الدوش رحنا يوم البيت جينا قد البيت طبعا فكانوا نقلوا من البيت وبعدين مش عارف ليش اتخذوا قرار ورجعوا البيت وكانوا يبهروا بس من باب البيت بيرجعوا كتب الكراتين اجيت ادور انا ايش ادور دورنا ليله مبارك لأنه ما تركوه بالسيف القرية فما اشتريت لحد الآن بس أنا الآن بدأت أجمع ثاني مرة يعني بنعمل كتاب إدارة مالية باسمي واسمه إن شاء الله. اثنين البحث العلمي يقوم على طرق ومناهج وأساليب علمية زي ما قلنا بنشوف إحنا مناهج البحث اللي متعرف عليها والبحث العلمي عملية موضوعية تقوم على التحري والتمحيص والتحليل والتفسير بهدف اكتشاف الحقائق والوصول إلى المعارف بمعنى انه الباحث لازم يبذل جهد في البحث عن المعلومات ولا يكل ولا يمل يعني ممكن يوصل الباحث الى مرحله معينه ويقول يعني جهودي انتهت هنا وتوقفت هنا يجي باحث بعده يواصل خاصه لما يكون من المعروفين والمهتمين ان الهدف من البحث العلمي هو حل المشكلات التي تواجه الانسان في حياته يعني لو عمل واحد بحث بدون ما يحل مشكله بدون ما يقدم توصيات او اراء لمتخذ القرار ما اضافش حاجه ما يكونش له اهميه البحث حقه. واخيرا البحث العلمي يهدف الى كشف العلاقات بين الظواهر وايجاد الحلول الملائمه لها. احيانا تعمل ابحاث وتتعارض مع اشياء اخرى مثلا في الطب. الظواهر يا دكتور هنا المقصود ايش؟ الظواهر هنا الظواهر المشاكل يعني مثلا ظاهره لما اقول لك مثلا في 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 العلوم اللي عندنا في العلوم الاداريه مثلا ظاهره عجز ميزانيه المدفوعات عجز ميزانيه الدوله ظاهره اقتصاديه في ظاهره في الوقت الحالي اللي هي ظاهره ارتفاع سعر الدولار غير المبرر احنا اللي بالضبط ممتاز ظاهره صحيح لما يكون في طلب على الدولار كبير يكون في مقابله سيوله عشان الناس يضاربوا في سوق بس الان السيوله ما هلهاش والدولار مرتفع نعم الان شوف هو الكلام هذا اللي كنت انا اتكلم فيه بس بدات في الجانب الطبي مثلا خلينا في الجانب الطبي اولا ممكن باحثين في الطب يعملوا بحث في تخصص معين مثلا في هذه
الغدة الغدة مثلا ممكن تكون العلاجات المقترحة ممكن تؤثر على حاجة ثانية على المعدة على التأثيرات الجانبية اللي أنتم دائما تقولوا لازم يكون موجود أصلا أيوة المؤثرات التأثيرات الجانبية في العلوم الإنسانية مثلا الظاهرة هذه مثلا ظاهرة اللي هي ارتفاع أسعار الصرف أي سعر العملة المحلية مقيما بالعملة الأجنبية شوف مفهوم سعر الصرف أصبح يعني هناك تسارع كبير في وحدات العملة المحلية اللازمة لشراء وحدة واحدة من العملات الأجنبية الدولار يعني من 215 إلى 250 إلى 300 إلى 400 إلى 500 إلى 520 إلى 525 يعني هذه ظاهرة مثلا مشكلة هذه الظواهر الآن تحتاج إلى حل تحتاج إلى اقتراح حلول إلى دراسات إلى تحليل يعني مش ممكن الذي يحصل هذا زي ما تفضلت يعني إنه دائما يخضع النظرية هذه مثلا إلى طلب العرض يعني هذا سعر الصرف إحنا نضمره فيه دائما اللي هو الإكسنج ريت وهذا الكمية من الدولارات هذا طلب محمد طلب على العملات الأجنبية وهذا عرض العملات الأجنبية وهذا سعر التوازن اللي هو سعر الصرف التوازن لما فرض انه هذا 215 وكانت الكميه في وستار يعني الكميه اللي كانت تطلب عند السعر 215 يعني كم يطلب الناس من الدولارات بهذا السعر مثلا ناس لاغراض الاستيراد تجار وناس لاغراض الدراسه يروحوا يدرسوا وناس للعلاج وناس وهكذا يعني تسديد ديون كان يطلب مثلا هذا القدر الان الذي عندما يحصل انه يرتفع الطلب بهذا الشكل سيترتب عليه ومع ثبات العرض طبعا سيترتب عليه هذا الارتفاع الكبير في سعر الصرف من E1 الى E2 الى E2 مع ايش؟ مع زيادة الكمية من الدولارات التي تطلب لكن شوف ارتفاع نسبة ارتفاع السعر اكبر من نسبة ارتفاع الكمية المطلوبة من الدولارات يعني قد يكون الجزء المطلوب الإضافي من الدولارات قليل لكن الارتفاع بالسعر كبير ريالة والسبب الارتفاع غير المبرر في الطلب يعني معروف انه مع الحصار هذا من الذي يستورد من التجار ما فيش استيراد كثير من التجار توقفوا عن الاستيراد يعني يسافروا كثير ما عاد فيش سياحه ما عاد فيش ايوه يعني ما عاد فيش طلب على الدولار لغرض التجاره مثلا انخفض لكن في اسباب اخرى يعني تنشا الان مثلا مع التداخل العوامل الاخرى السياسيه في مقدمتها طبعا يعني مثلا الان العاملين في الخارج من الرئيس للوزراء للحكومه وغيره وغيره رواتبهم تطلع من اليمن شهريا بالدولار سليم هنا طبعا هذه مبالغ ضخمه اكبر بند في الميزانيه في ميزانيه الحكوميه المرتبات والاجور البابلوه طيب لما يكون هذا ثلثين او حتى 60% لبرا بالدولار ما يوقفش ريال لا داخل السعوديه ولا الامارات ولا بالدولار فبرضه هذا يشكل الاستمراريه المشكله في قول استمراريه يعني شهريا انت شهريا تحول دولارات لهناك رواتب الناس هذول بس دكتور الموجود هناك في الخارج يعني عددهم قليل مقارنه بهذا الارتفاع اللي بتحصل يعني هو انا اقول لك الاستمراريه شوف الاستمرار مطلوب شهر ورا الاستمرارية ما فيش موارد المشكلة في الاستمرارية الشيء الثاني شح الدخل ما فيش دخل النفط مثلا السياحة النفط توقف السياحة توقفت ما فيش موارد الدولة تدخل ايوه ما فيش صادرات ما فيش وبالتالي يعني شوف كيف المشكلة هذه ايضا العرض يمكن يكون نقص مش بس الا ننقص يروح لليمين يعني ممكن يكون هنا الارتفاع الحقيقي يعني يمكن يكون عدد اكبر من هذا يعني زاد الطلب وانخفض العرض ايوه هذا دي 2 هذا دي 1 وهذا اس 1 وهذا اس 2 يعني المشكله معقده من جانبين زياده الطلب وانخفاض العرض يعني المشكله معقده من جهتين شحت الموارد العملات الصعبه وزاد الطلب طبعا ناهيك عن
التسليح الحربي، يعني انه شراء السلاح مثلا وصفقات السلاح، مش انه السعوديه بدات تفتح جيبها وتسلم لنا، لا ميزانيه